ماما افتحي لي. اكفي يا سالم، جدتي غلقت الباب وما تشتين ادخل. مدري مالها جدتي اليوم غريبة. اخرجوا يا اولاد العبوا مع بعض في الحوش. ليش غلقوا الباب وما خلونا ندخل يا سالم؟ مش عارف، انت دايما تقولي انك تعرفي كل شيء، المفروض انك عارفة ايش في معاهم. أنت اللي مفروض أنك تعرف لأنك الكبير. ها؟ طيب أنا معي حل، تعالي. ها؟ خليني أشوف لو سمحت. سالم ارفعني وأنا بكلمك عن اللي أشوفه. عاد أنا مش شايفة. خلاص خليني أنا. لا أنا اللي بشوف. ها؟ للحين هذا اللي بتفعلوه يصلح يا أولادي؟ تتجسسوا من خرم الباب؟ مش أنا يا بابا، هذه فكرة سالم. لا تخافوش، بس بنأخذ أمكم للمستشفى علشان تجيب لنا طفل جديد إن شاء الله، وإنتوا بتجلسوا هنا في البيت هادئين وعاقلين لما نرجع إحنا وماما بالسلامة، ولا تفتحوا الباب لأي حد غريب، تمام؟ أخذونا معكم يا جدة. معك حق تستغرب يا سالم، جدتك عمرها ما تجاهلتك مثل ما فعلت اليوم. قد لنا وقت كثير يا فرح ولا في حد منهم جاء، إلى متى بنجلس لوحدنا هكذا؟ ليش ما أخذونا معهم؟ ها؟ سالم من اللي دق علينا الباب في هذا الوقت؟ مش عارف، لكن اللي يجوا بالليل هم اللصوص. ها؟ أو الوحوش؟ أو الأشباح؟ اسأل من اللي في الباب.
اسألي أنت. من؟ افتحي يا فرح، أنا أمي سعدون. بعدي بعدي يا جبانة عشان افتح الباب. ها؟ وين أمكم يا أولاد؟ ها؟ في المستشفى، قال بيبي بياخذها المستشفى مع جدتي وبعدين مشوا. وليش ما كلمونيش؟ على الأقل كانت أمك تستشيرني. ادخل يا سعدون واجلس مع سالم وفرح وكونوا هادئين لما نرجع، أنا بلحق بهم للمستشفى. لا يا ماما، بروح معك. قلت خليك هانا، لا تعبني. لا لا لا، بروح معك. أنا خايفة يا سالم. ليش تخافوا يا أطفال وأنا معاكم؟ هذه أول مرة نجلس لحالنا في البيت يا سعدون. قم نروح المطبخ حقكم ناكل كل حاجة فيه مثل هذه المرة. ما عاد باقيش حاجات كثيرة، أصلاً جدتي أخذت الفواكه والخضروات لأمي للمستشفى يا سعدون. صدق؟ ليش أخذتها؟ أمي لما ولدت خواتي الصغيرة ما أكلت فواكه كثير هكذا. أبي لا، صرف فلوس كثير، قال علشان هذا المولود يجي وصحته تكون تمام، مع أنه ما كانش يحتاج كل هذا، كان قال أن الأكل الصحي يكفي. أما أنا كان أبي يقول لأمي إنه ما فيش معه فلوس كفاية عشان يشتريه. ها؟ شفتم حاجة؟ شفتم اللي شفته؟ قلت لكم لا تخافوا، أنا معاكم. إيش هذا؟ وأنا كمان شفته. أكيد هذا المولود قد جاء، معقول شكله كبير هكذا؟ يعني كانوا يخبوا له كثير أكل علشان يكون هكذا. شكله سارق، أخذ ألعاب وحلويات اللي تحت السرير، معناها ما عاد بيبقاش معي ألعاب ولا حلويات. هذا هو الشبح اللي قالت منه بيزيلي. لو أكلت الحلويات خواتي الصغيرات شكله اكتشف اني اكلتها، شكله يخوف. ها؟